توالي المجموعات الكشفية إقامة مخيماتها السنوية، والتي تهدف جميعها لتعزيز الروح الكشفية العاملة من أجل الخدمة الكنسية والمجتمعية على حد سواء، بالإضافة إلى دعم الروابط الأخوية بين جميع الفرق. نورسات الأردن وكعادتها كل عام شاركت بتغطية عدد من هذه المخيمات وأعدت التقرير التالي. بهدف إكساب أطفال وطلبة المدارس والكشافة من أبناء الرعاية مهارات متنوعة خلال العطلة الصيفية الحالية، نظمت العديد من الكنائس الرسولية مخيمات كشفية وبرامج ترفيهية مفيدة للطلبة وأعضاء الكشافة في الأردن والخارج. ففي لقاء حاشد لزرع وتجسيد السلام في المنطقة، جمع شبيبة من الأردن وفلسطين ومصر ولبنان في مخيم سنوي للكشاف الكاثوليكي في الشرق الأوسط، وخلال رعايته لحفل ختام المخيم الذي تضمن على مدى 3 أيام أنشطة ترفيهية وثقافية وعلمية ودينية. أكد سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن في كلمة روحية ألقاها أمام المشاركين أن تربية الفرد على السلام هي تربية شمولية، لأن هنالك سلام مع الله ومع الذات والطبيعة، فإذا غاب السلام مع الله فإنه سيغيب حتما مع الإنسان. لافتا سيادته إلى أن أكبر مدمر للحياة والبيئة هو الحرب والاقتتال بين البشر، وهذه الحرب تكون ناتجة عن الحقد الموجود داخل الإنسان. وغياب السلام ما بين الإنسان والإنسان أساسه هو غياب السلام بيننا وبين الله. لذلك إذا أردنا تقويم الأمور يجب أن نبدأ من حيث يجب أن نبدأ. نبدأ بعمل سلام بيننا وبين الله. أول بشرى في العهد الجديد سمعها رعاة بيت لحم كانت المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام للناس الذين بهم المسرة. لنرفع طلباتنا الواثقة إلى عرش الله من أجل جميع إخوتنا وأخواتنا في الحركة الكشفية، من أجل كنائسنا، من أجل شعوبنا، ومن أجل السلام الشمولي في بلادنا. وألقى الأب إبراهيم نفاع المرشد الروحي للهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين في الأردن كلمة ترحيبية بالمطران الشوملي والحضور من الدول المشاركة، دعا فيها الرب أن يمنحنا السلام الذي نحن بحاجة ماسة له، خاصة في هذه الظروف الراهنة. الإنجيل متى بيحكي طوبى للسعين للسلام فإن لهم ملكوت السماوات. اليوم العالم بحاجة لفعل نعمة السلام. اليوم عم نحاول نزرع بالحركة الكشفية هاي البذار حتى فعلا نقدر نحصل السلام اليوم وبكرة وفي المستقبل. فبطلب من ربنا ومن أمنا من العذراء فعلا يمنحنا السلام الخارجي والسلام الداخلي، بالإضافة إلى السلام مع الطبيعة اللي هي أيضا بتعبر عن وجود الله ومحبة ربنا إنا. كما ألقى السيد بشار المعشر عضو مكتب الكشاف الكاثوليكي لأوروبا وحوض المتوسط كلمة قال فيها: نحن في الكشافة حياتنا مرتبطة بالبيئة، وهدفنا الأساس هو الحفاظ على السلام مع الطبيعة، ولا يتم ذلك إلا من خلال زرع مفهوم السلام في عقول أبنائنا الذين نسعى لأن يكونوا قادة للمستقبل. طبعا نورسات الفعالة دائما والموجودة في كل مكان لتغطية كل الأحداث الوطنية والكنسية. جسور السلام هو شعارنا هاي السنة ككشاف كاثوليكي. نحن نزرع السلام في بلادنا، نزرع السلام مع أولادنا في كل المجموعات الكشفية الموجودة في هاي الدول. بالتعاون مع جمعية الكتاب المقدس عاملين تدريب للقادة اليانج ليدرز اللي هم القادة الصغار اللي عم نأهلهم حتى يصيروا قادة، وهدول اللي عم نأهلهم يصيروا قادة بهمنا يزرعوا السلام الداخلي مع كل فرد. رح نحكي عن السلام الداخلي، تاني يوم رح نحكي عن السلام مع الآخر والمجتمع، ورح نحكي عن السلام مع الله.
من خلال التعامل مع الطبيعة، لأنه رسالة البابا فرانسيس لوداتو سي حثت على الاهتمام بالطبيعة والتغير المناخي، ونحن ككشاف حياتنا في الطبيعة ووجودنا في الطبيعة هدفنا الرئيسي هو الحفاظ على السلام مع الطبيعة. وأعرب الكشافة المشاركون في المخيم الدولي عن امتنانهم بوجودهم في الأردن، حيث أكسبتهم هذه المشاركة فائدة كبيرة في حياتهم الروحية والعملية. نحن مكتب الكشاف الكاثوليكي كل سنة تقريباً بيدعي لأنه يصير هيدا المخيم يلي هو مخيم الكشاف الكاثوليك بالشرق الأوسط، خاصة للي بيتحدثوا باللغة العربية، لأن ده كل فترة يعني البلدين القراب على بعضها نقدر نكون عم نجتمع نختبر سوا الحياة الكشفية ويعني نتعلم من خبرات بعض. نحن جايين من لبنان، من جمعية كشافة لبنان اللي هي جمعية كشاف كاثوليكة تمتد على كامل المحافظات شمال جنوب. بقى جايين 10 أشخاص هلأ، من كل فوج جاي شخص يلي حبوا هن يشاركوا، وهي هي يعني رح ياخذوا الخبرات من هون وينقلوها للأفواج طبعاً بلبنان. مخيمنا رح يكون يعني احنا بالعادة كقادة دائماً نعطي منعطي منعطي، فبحاجة لفترة انه ناخذ، فهو تقريباً كل سنة بيكون في مخيم يعني بيشمل الدول العربية. رح نكتسب فيه خبرات مختلفة، رح يكون في زي مثلاً تتبع أثر، رح يكون أكثر يقربنا للبيئة، ورح يكون في المسير برنامجنا رح يكون متنوع، يوم رح نروح على جرش، رح يكون في خدمة بعنجرة لدور الأيتام أو العجزة. الله مسيكم بالخير يا جماعة، احنا من الكشاف الكاثوليكي من الجليل، بنمثل الجليل ومنظمة الكشاف الكاثوليكي في المخيم الكشفي للسلام الشرق الأوسط بعمان بالأردن. مبسوطين كثير بمقابلة الأحبة والإخوة كله إن شاء الله من أجل السلام. جاي ياخد خبرة من كشافة، ومارتن هو اللي جايبني فقال لي تعالى ونجرب وكده، حتى لو ما عجبكش الأمر خد برضو خبرة وشوف وكده. وبعد حفل الختام ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي قداسا احتفاليا بحضور عدد من الآباء الكهنة وجمع من قادة الحركة الكشفية والطلبة المشاركين من الأردن والدول العربية. على صعيد المتصل وتحت رعاية سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، وبحضور كاهن رعية كنيسة يسوع الملك المصدر الأب الدكتور عدنان بدر والأخت كارولين بدر مديرة مدرسة راهبات الوردية في المصدر، وعدد كبير من قادة الحركة الكشفية وعناصرها وأهالي الأشبال وبعض المدعوين، اختتمت مجموعة كشافة ومرشدات البطريركية اللاتينية المصدر مخيمها الكشفي السنوي لهذا العام، والذي أقيم في متنزه عمان القومي تحت شعار علمني طرقك يا رب، بمشاركة حوالي 160 كشفياً من مختلف الأعمار. وألقيت في الاحتفال الذي تقدمه معزوفات كشفية حماسية وفقرات ترفيهية خلقت جواً من الألفة والمحبة بين الحضور من الأهالي والمدعوين، ألقيت العديد من الكلمات التي أكد فيها القائمون على المخيم الكشفي أن الهدف من إقامة المخيمات هو خدمة الوطن والكنيسة بالدرجة الأولى، وبناء جيل واع مؤمن بالله وخدمة الآخرين، إضافة إلى تدريب الناشئة على الاعتماد على النفس وإكسابهم خبرات ومهارات تنمي من شخصياتهم في المستقبل. احنا كل سنة من نحصد حصيلة تعب السنة بالفرق الكشفية والإرشادية خلال الاجتماعات الأسبوعية بالمخيم، منطبق المهارات الكشفية، منطبق مهارات حياة الخلاء، منطبق مهارات الصلاة اليومية والتأمل والحياة مع الطبيعة اللي بتعلموها الأفراد خلال السنة الكشفية. احنا من خلال المخيم بنقدم لأفرادنا طبعا زيادة ثقة بالنفس، زيادة
قلة من الخجل، بنعطيهم من خبراتنا، بنعطيهم من إحنا شو تعلمنا، بنقولهم إياه. طبعا هون بالمخيم أكبر خبرة بتكون للأفراد إن هم يجربوا البعد عن أهلهم لولا فترة قصيرة اللي هي عبارة عن 4 أيام، بتعودوا إن هم يعملوا كل إشي لحالهم، يأكلوا لحالهم، يهتموا بنظافة جسمهم لحالهم. كل هاي الأمور بيكتسبوها من خلال خبرة المخيم وتواجدهم بالمخيم. وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمات الترحيبية وتقديم الفقرات الترفيهية، ألقى المطران الشوملي كلمة قال فيها إن وراء الترفيه والمتعة توجد الروح الكشفية التي تربي الفرد على العصامية وتنمية الشخصية وحب الآخر في أجواء من التسامح والطاعة والاحترام المتبادل. الواقع الكشافي مدرسة تعلم بشكل شيق وممتع. أجدد شكري للقائمين على الحركة الكشفية وأتمنى لها الازدهار لكي يعم الخير على أكبر عدد ممكن من شبابنا وصبايانا. Yeah.